الأول كل سنة طيبين بمناسبة الأجازة السعيدة، فضل الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا. هي الحاجة يا إما في اليمين يا إما في الشمال. إحنا النهاردة كل مستهدفنا إنك تبدي أول يوم من الأجازة لحد آخر يوم يبقى في ميزان حسناتي. إزاي إن أنا أستغل الوقت وأستغل الأيام والدقايق والثواني بحيث ما أطلعش رحنا فين؟ قمنا الأجازة إمبارح، خلصنا عملنا نمنا، رحنا معرفش فين. إيه معيار الإنجاز؟ أكبر قيمة ممكن تكتسبيها كفتاة مسلمة إن تعالي الله. إيه ده؟ ده إيه؟ طلع بقى، ايه رايك؟ عيط اللي هيجاوب انا هعيط. فاحنا محتاجين ان انت تنتبهي كفتاه مسلمه، ما تقوليش نفسي ده صغيره اعمل ايه بقى، ده انا ارتاح اقعد على السكرول على التيك توك ولا السناب ولا مش عارفه الانستا وعماله تضيع الدنيا وخلاص. لا، انت كفتاه مسلمه مختلفه عن كل الفتيات اللي في الدنيا والكون كله. علينا حرب ضروس، عليكي حرب حرب بص شعواء عشان تطلعك بره اطار ان انت مسلمه، ان انت من نهج النبي عليه الصلاه والسلام صلوا عليه، ان احنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم. فلازم تبقي فاهمه من صغر. انا هحكي لكم قصه بنت ثانيه ابتدائي. ثانيه ابتدائي يعني كام سنه؟ ده هو ما كنتش سبعة عندنا في مصر. مين هنا تانية ابتدائي؟ يا جماعة كنت التلاتة دول. الله، تانية ابتدائي البنت ديت يعني اللهم بارك فيها طبعا وفي أهلها وفي أمها لأن أنا بدعي لها لحد وقتنا هذا. البنت دي جمعت البنات صاحباتها بتوع المدرسة وبتوع الحي اللي هي موجودة فيه وقالت لهم إحنا عايزين فترة الصيف دي نعمل حاجة نفرح بها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ده ثانيه ابتدائي. طبعا ده راجع لمين؟ تربيه للام. لا بركيش ابدا للام، لو عندك قيمه وهم هيجي للاولاد. الاب اللي البيت كله بيبقوا بيتخانقوا مش عارفه عشان ايه كوره وبتاع، وتلاقي العيال كلها حتى البنات اللي في العيله قال لها ده فلان وبيلعب زي ما في البيت. لو الام شايله هم دعوه ودين واسلام وازاي نفرح النبي صلى الله عليه وسلم، البنات هيبقوا نفس الكلام. فالبنت قالت لهم كده نفرح النبي عليه الصلاه والسلام. عملوا كل يوم حاجه، اللي بتعرف ترسم على الجرافيك، اللي بتعرف تعمل الانيميشن، حاجات جميله يعني من دروس ثانيه ابتدائي لان هم بادئين من ست سنين طبعا راجع للام. وجميل انك تختاري بيئه شبهك. ما تقدرش تقول لك صاحبتي معلش يا صاحبي كده وبقى وتمشي مع اولاد او مش عارفه عاديه يعني، ما هتجر يا اما اذا انت كنت قويه الشخصيه تجريها صح ولا لا؟ فاختاري اللي شبهك. وعمل معرض، المعرض ده حديث. قصه بيرسموا القصه طبعا بدون اشخاص، الغزوات بتاعت الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه. اللهم بارك عملوا مشغولات في حب رسول الله. كل الكلام ده عملوه على مدار شهرين، وجم اخر شهر طلبوا من الامهات اعملوا لنا مكان عشان نعرض فيه الحاجات دي. انا عايزه اقول لكم ان طبعا ما كانش فيه زمان قوي موضوع بقى الفيو واللي تطلعيه على النت والكلام ده، ولكن كانت بتتحط على مواقع واللينك بقى تخشي ايه على الموقع تفتحي من جوه، حاجات زمان كده يعني. فانتشرت على المدونات الفكره دي. كانوا عاملين حبايبي مش فيديو، صور. ده لو كان فيديو اقسم بالله دلوقتي كان يجيب يعدي 10 مليار. ليه؟ ثانيه ابتدائي. تخيلي بقى، وعملوا معرض وتم بيع كل الحاجه اللي موجوده فيها، وعملوا اخر حاجه للبنات اشتركوا فيها. انتوا عارفين الطاره، في طارات كده بتتعمل شغل كل واحده فيهم عملت دايره من الدواير، فاللهم بارك ديت اتباعت بمبلغ وقدره يعني. وتم حطتنا توزيعها على البنات فنزلوا بيها ملاجئ الايتام يوزعوا. شفتوا الدنيا عامله ازاي؟ ثانيه ابتدائي. انت فين بقى يا اموره انت وهي؟ ها انت فين؟ ما تقوليش نفسك صغيره، انت مسلمه وفي بلد غربه، بلد غرب، بلد غربيه دي محتاجه مننا جهد. ما تقوليش لا انا عامل ايه يعني، ما الكبار عملوا. لا، كم واحده فيكم في مدارس تركي؟ كلهم خدتوا اللغه ولا لسه؟ انا خدت
حب مش مهم، لكن ده واجب عليك في الوقت ده انك تعملي حاجه لله ولرسول الله. كم واحده من بعد الفكره اللي انا قلتها لها دي ناويه تعمل كده مع صاحبتها؟ 1 2 3 4 5 6 7 يعني انا عايزه تصوروا البنات دول عشان هنسالهم اخر الثلاث شهور، فاللي مش هتعمل هنقول لها انت كنت رافعه ايدك، بس امهات تصوروا بقى. اللهم بارك. يبقى انا لازم استغل الوقت يا بنات، لازم استغل الوقت. هنسال على فكره ربنا احياني يا بنات، لو ربنا احياني وجبتكم في اخر الصيف وقلت التسعه اللي رفعوا ايديهم دولت ايه وضعهم وعملوا ايه، هتيجوا هنا جنبي وكل واحده تمسك المايك وتقول انا عملت فكره المشروع الفلاني. اقسم يمين بالله لو عملتوا كده وجبتوا فعلا المشاريع لكل واحده فيكم هتاخد جايزه ما تحلم بيها. انا بقول لكم اهو، وهذا عهد علينا القيامه ما قابلتش وما قلتش ان شاء الله وربنا احيانا. قولوا امين. التسعه اللي اتصوروا عايزه منكم مشاريع في نهايه الثلاث شهور. طب اعمل ايه؟ انا حفظت شكلي بقى. طب اعمل ايه؟ لازم اهم الوقت ده عندي كبير، اللي هتتكلم هدفعها 50 ليره. عندنا في حاجات ب 10 بس كده. قولي اسمك ايه؟ تعالي جنبي هنا. جميل اتفضلي. بس عايزه اسال يعني مثلا مشاريع زي ايه؟ اه طب شكرا اقعدي. فكر. قولوا يا جماعه احنا عايزين نعمل حاجه خاصه بينا كبنات، عايزين نعمل قيمه او خلق، عايزين مثلا نعلي خلق التسامح، عايزين نعلي خلق الصدق. ما حدش يكذب يقول لك انا ما بكذبش، والله ده انا بفشر، والله دكتور هلا ده فشل يعني وهزار وكلام. عايزين خدي قيمه او سنه منسيه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام واحييه، العدل، الرفق، الرحمه، التعاون، التسامح. وقولي النبي عمل في القيمه دي كذا. اعملي قصه مصوره، اعملوا مسرحيه، اختاروا نشيد واعملوه، الوان، تين صلصال، ماكيت واركيت، قص ولزق. عمال اقول اهو بقى ايه ده، قولي دي افكار اهو. تمام؟ التسعه اللي رفعوا ايديهم هيسالوا قدامي. اللي هيتكلم هدفعها 100 ليره دلوقتي، خلاص زادنا. فاحنا محتاجين نعرف قيمه الوقت، يعني ايه قيمه الوقت؟ فين تقولي؟ احافظ على الوقت ازاي؟ اسمك ايه؟ حبيبه. ماشي يا حبيبه قولي. استغل كل دقيقه في اليوم. ماشي، يعني مثلا دقيقه وتعدي وارجع اسكرول شويه على اليوتيوب. الله الله سقفه. مش عارفه ايه اللي هيطلع لك، بس ايه دي من الحاجات الكبيره. شايفين ده ايه؟ افتح اشوف ده ايه. حلوه جدا. موضوع ابعد عن المشتتات دي، حاجه من القيم الجميله. ابعد عن المشتتات. الله يبارك فيكي وفي اللي علمك. قولي امين. الفكره ان انا ابعد عن الحاجه. طب ما انا محتاجه اتفرج برضه. احط لها وقت. يبقى اول حاجه علشان اعي قيمه الوقت ان انا اعمل ايه؟ احدد وقت كل حاجه. سامعين يا بنات؟ اللي هتتكلم بقى 200 ليره دلوقتي عشان تحضر معانا الحفله الختاميه. خديها يا كيكي وزعوها علينا. لا مش عايزين. مين عايز يوزع؟ خدها تعالي. قيمة الوقت في ان انا ابعد عن المشتت. انا ممكن بص حبيبه بتقول ايه؟ المشتتات اليوتيوب والانستا والتيك. تمام، ما انا مش هنكملها. لكن في ممكن تكون واحده صاحبتك هي مشتتات الوقت، صح ولا لا؟ واحده عماله تزن على نفوخك في الهيافات، يقول لك شفت التحدي دي؟ طب حتى بص الحركه دي عشان كل ما افتح الاقي ايه؟ يا جماعه ايه يا جماعه الفره اللي جت؟ واحدة عمالة تفرجك على هيافات، واحدة عمالة تقول لك في قيمة ترند طالعة أي كلام، ما هو ده زمن صعود الهيافات، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انتحار الفعول والصعود، تاخد ناس اللي ملهاش أي قيمة، ويبقى دوت القدوة بتاعتك، غلط، أنت مين قدوتك؟ مين تقول لي القدوة ليها نقتدي بيها؟ مين قدوتك؟ ها قول. أمي. الله أنت اسمك إيه؟ الله يبارك فيك يا دسنا. حلو ان في حد يقول في الزمان ده امي. خدها يا سيدي. مرس حلها. امي. استنى انا عايزاكم تبلغوا الكلام ده للام، هي قالت امها. مين تاني تختار قدوه؟
جواها، وهي فعلا كده. بس لما هتختارها تكلمني عنها زي ما انا هسالها لسيد دلوقتي، انت ليه اخترتي ماما قدوه يا سيد؟ دي بالونه مش مشكله. اعتنت بينا تتعب، لازم تعرفها عشان لازم وعلشان انا بحب احكي لها. طيبه ماما، وهي صاحبتها. طيبه معاكي، بتعمل محشي والكلام ده والحاجات. سلامنا لماما وبسهالي. مين تختار قدوه وتكلمني عنها وهي قدوه ليه؟ قولي اسمك ايه؟ اسمك نيره. بس انا جاي من نيره. الله يا توتي عسول. الرسول، الله اكبر. قولي لي حاجه عن النبي عليه الصلاه والسلام، حاجه واحده انا حبيته عشان صلى الله عليه وسلم. علشان هو كريم وطيب مع الناس. الله الله، قيمة العطاء. الله يبارك فيك. قلت لي اسمك ايه؟ نيرة. الله يا نيرة، يعني من الصالحات يا نيرة. اعمل لكم معانا ايه يا نيرة؟ بعد قالوا لي ده كيسك بوحة دي، اجي اقول لكم. قولي ده ويجعلك على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجه اعرف ابعد عن المشتتات وامنعها، تاني حاجه يبقى لي قدوه واعرف انا عندي قدوه فين، اخر حاجه في القدوات هاخدها اسمعها منهم حتى غير حبيبي. يقول لي قدوتي كذا بسبب كذا. مين يقول؟ اهل اليمين. طب قول حبيبي. فانت بتستعيني زي النبي عليه الصلاه ما كان بيستعين بالله. ربنا يبارك فيك يا حبيبه. مش حد عندنا بيقول ما بيقولش. مين تاني يقول يا بنات؟ اخر حاجه. ايه ده فرح؟ تعالي يا فرح، قوم يا فرح. سنه كام يا فروح؟ في سادس. تمام، قول مين قدوتك؟ مين؟ المشرفه بتاعتك. استاذه ايه؟ طنط هبه. ماشي، ليه؟ فين طنط هبه هنا يا جماعه؟ مش موجوده. طب اسمعوا سجلوا لها. عشان هي قالت لك ايه يا رب؟ الصالحات يا بنتي. اتفضلي، حد يوصل لها يا بنات. شكرا يا بنتي. يبقى اول حاجه عندنا ابعد عن المشتتات، اختار له قدوه، حاجه اسمها انظم الوقت. انظم الوقت يعني ايه؟ يعني انا بصحى من الساعه الفلانيه، بكتب انا من الساعه كذا للساعه كذا قدام الفطار، قدامي ان انا هروق سريري. بنسمع الكلام ده ولا ما بنعملوش؟ بنصحى من النوم نتوضى ونروق سريرنا ونصلي ركعتين الضحى والكلام ولا شيك يا دكتوره كده شيك؟ عايزين ايه؟ ما ينفعش اقول بنت فين اوضه ايه ده؟ مش اوضه بنت خالص. معنى ان دي اوضه بنت ولا البيت ده فيه بنت؟ يعني الحبشتكنات والروايح والتكات والنظام ده موجود. نظام الهرجله ده ما نعرفوش. امتى اعرف ان البيت ده فيه بنت؟ من الدخله، من الريحه. ما ينفعش يكون في اوضه
واوضه بنت ولا سريرها وبتاع الشيبسي ورا ومش عارفه ايه مسجون ما بين الحيطه وبعدين في شراب بقاله 3 سنين معرفش ايه ما ينفعش او داخلين اوضه بنتكعبل في الحاجه الفلانيه وبنعمل ما ينفعش ما ينفعش اقول ان انا بنت وصاحيه وشعري منحش عامل عباد الشمس كده ولا تمام عامل دايره كده عليا اتوضى واسرح شعري وريحتي حلوه وهدومي نظيفه واخلص اوضتي واروح لامي اقول ده هياخد من 2 ساعة ل3 ساعات اللي هيتكلم هيدفع 300 ليره ما ينفعش ما اروحش ما ساعدش امي هنعمل ايه النهارده انا الاسبوع ده او الشهر ده معايا مواعين وجزء من السفره النقطه دي معايا الاوضه دي والاوضه دي اعمل ايه عايزين ايه الدولاب ما شاء الله عليه بياخد ذهب وهكذا يبقى انا بنظم اليوم بعدد الاوقات طب ليا لنفسي انا عندي مع الاستاذه كذا عندي القيمه الفلانيه عندي المشروع اللي احنا قلنا هنعمله كذا في الساعه الفلانيه يبقى وقتي متقسم هقعد على النت انا مش هبعد وهعرف الكلام ده بس اختار الحاجات اللي بصوا يا جماعه المرء على ما يراه لكن عاملين هيافات والحركه دي وبص مش عارف كلها كل الكلام ده فاضي يعني مره كانت الغزاله ومره كانت الحركه تحس الدنيا كله الدنيا ايه يا جماعه اللي منتشر ده انا مش مع الهوجه انا اللي اعمل الهوجه انا مش تابعه انا القايده ليه لاني مسلمه ولازم تبقي فاهمه كده والمشرفات والامهات والدنيا كلها تعلي قيمتك انت مسلمه مسلمه دي يعني ربنا اعز ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ايه ان كنتم مؤمنين تحقيق الايمان زي ما قالت كده فرعون فالروح الجميل قريب من ربنا تحقيق الايمان الله اكبر اذن ايوه صلي محدش يمنعني ما في علاقتك واشوف دي صالحه ولا دي اللهم بارك دي معروفه لاهل الزمان بالصلاه على وقتها نعم بنتي ملتزمه في الصلاه تعالي مش دي دي برضه ناخدها جاي الحمد لله نجعلها تعالي اي حد هيجي هنا هياخد اي حاجه فين بنوته اسمها ايه؟ تعالي يا نور بس ما تحرميش ولا دعوتي ولا رسولي ولا انا من الامور دي
ينفع نكون كده؟ ينفع نستغل الوقت بالشكل ده؟ صلاة الجمعة تضيع، الصلوات خمسة مش أربعة، يعني الصلوات يا بنات خمسة ماشي، يعني الفجر من ضمن الصلوات، مش لما أصحى، لا لا. ولما ربنا يشوفك من دلوقتي محافظة على هذا الأمر ربنا يعينك عليه. أنا من أصحاب صلاة الفجر، أنا من أصحاب صلاة، أنا أكثر صلاة على وقتها، أنا اللي بقوم على وقتها. أدعو الله سبحانه وتعالى، مش عايزة أطول عليكم كتير. ها صحيح ليه؟ علشان ما ينفعش نكون مهرجلين. عايزه تقولي ايه؟ قولي هذا عن لمسه النبي من كتر ان هو كان امين، كان الكفر في مكه وعنده الصادق الامين. ليه؟ لانه حتى اللي عدوه شهد. ان شاء الله تقولي كده. ربنا يبارك فيكم. يعني مش عايزه اطول اكتر من كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بالخير. انا عندي استعداد دلوقتي لتلقي اربع اسئله كثير فقط. يلا بينا. او اللي عايز يشارك او اللي عايز يقول. ها اتفضلي. انا عندي مريم، انا عايزه يعني اشكرها معايا. فين مريم؟ مريم تعالي يا مريم، بتعمل ايه؟ قولي لي. اول حاجه مش عارفه جبت البيبي عشان معايا ثلاث اطفال. تعالي تعالي. دايما كنت بخاف جدا بصراحه، كنت عايزه جدا معاه، شايله هم هو كمية وما بالظبطش، يعني كانها ام. كنت بتساعدي ماما؟ بتعملي ايه؟ بساعدها ماما، الله دي بتصلي الفجر. يا الله اقولها يا جماعه، الامهات في الغربه صعبه، مالناش حل مساكين. فكون انك تحس ان في بنوته حاسه بالامر. صورة كده وتتصل بيا ماما واعملي لك حاجة. ماشي؟ ايه رأيك؟ شوفي هي في ايه دلوقتي؟ هي في صورة الزمر. كله هاتيهم. قايل لك الكلام ده، هاتيهم في القرآن أجي لكم. هي في صورة الزمر. خلصي وخلي ماما تكلمني. تمام؟ أنتوا كده كده اللي كنتوا مشاركين معايا، احنا قلنا هنعمل حفلة للمشتركين معايا. سقفوا لشنا يا جماعة وشجعوها. عايزين حاجه بضخمه. تمام تمام يا جماعه، نشوف معايا يا جماعه. لا العكس، العاديه هي اللي تدفع هديه لان هي معذبه. لا انا ما بدفع. القيمه الجميله سلفي كل شويه حابه ثلاثه كتب دكتور جزاك الله خير. يا جماعه انا بس اللي انا كنت بقول لحضرتك يا دكتوره، انا دكتوره هاله اللي حضرتك بس تعرفيها ان المجاهده دي طبيعي ما شاء الله بيستنوا حفظوا اربع ايه. فين هاتوهم بقى؟ ثلاثه في صوتين يعني هاتوهم. الله 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 الله، تعالوا تعالوا تعالوا. هم بابي
يعني هم يقدروا يجيبوا ارض. ما شاء الله. دول بناتك؟ يا عسل يا عسل. دول الاستاذه بتاعتكم؟ حفظكم؟ كلهم كلهم. للشيخ الله كلها. قولوا لي بقى مين حافظه سورة ايه؟ حتى غافر. اللهم بارك. وانتوا ايه؟ اللهم بارك. بصوا انتوا سورة ايه وانتوا يا جميل؟ لسه؟ لكن تحفظوا تعالي. هاتوا يا فندم. يا بنات من غير ما تمسكوا انا البلد يا فندم. طب انا عايزاكم تسقفوا لهم يا جماعه وتشجعوهم. الناس الجميله دي احنا هناخد صوره. خلصتوا بص الاستاذه هتتصل عليا وانا اجيب لكم اعمل لكم حفله. ايه رايكم؟ اللي هيحفظ قران ويتصل عليا من موزمبيق هجيله. المهم تحفظ. ويبقى هم منتظرين الحجاب عندهم ليزا فيهم كام بنت. مين ده؟ مين اللي منتظر؟ بالله عليكم يا اتصال يجهزوا ويلبسوا ويعملوا ندوم. هنشيلك كلنا كلها. لا ميس الحفله اللي فاتت بتاعت الحجاب تلبس الحجاب كانت المفروض تبقى مع زميلتها بس هي كان عندها امتحان وما عرفتش تيجي فهي كانت زعلانه جدا يوميا. هتتكرر لا يا طب صور صور هنا حيين الثالثة لها يا خالتي ما جاتش ما جاتش حيين الثالثة لها حبيب ولا هي ولا هي فرح حزين كمان فرح عشان كده